ليه موجود؟ ايوه يا فندم جوه، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا استاذ بدر. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. شكرا. اخبارنا ايه يا ترى؟ كل خير يا فندم. الحراسه وافقت تسلمنا كل الاملاك من النهارده لو حبينا. مستني ايه؟ ولا حاجه يا فندم. هبدا حالا في اجراءات الاستلام. طب اعمل لك اما شويه عشان انا عايز اصفي. تصفي؟ ايوه اصفي. والواحد فاضله في العمر قد ايه؟ على رأي المثل رجل بره ورجل جوه. اللي تشوف سعادتك. على العموم احنا عندنا ممتلكات جايبه لنا النهارده اسعار خرافيه. عال 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 عال. بيعوا كله واختار اعلى العروض. حاضر يا فندم. استاذن انا. ما شربش قهوه لسه؟ ولا اقول لك بلاش احسن. يمكن تعمل لك حموضه في مخك. طب يا فندم استاذن انا. الف مبروك سعادتك. الله يبارك فيك. مع السلامه. شكرا. شد حيلك. فوق فوق خالص. حاضر يا سيدي. بقول ايه؟ نعم. نقي اصغر كوبايات عندك. حاضر. اهلا وسهلا. الف مبروك. الف الف مبروك. اتفضلوا. اهلا اهلا. اهلا. يعني يا اخوانا بقالكم مده طويله ما بتسالوش. سنين طويله ما شفتكوش. اصل ما كناش عاوزين نزعجك والله يا بيه. الود ودنا يا عم ما نسيبكش ابدا. طبعا 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 ما انا عارف. احنا كنا منتظرين اليوم ده بفروغ الصبر. وكانت فرحتنا تكمل لو كان البي صغير لسه عايش. الله يرحمه بقى. ربنا يبشبش الطوبه اللي تحت راسك يا فريد يا ابن الغطريفي بيه. وازاي صحه سعادتك دلوقتي؟ بوم بوم والحمد لله. ان شاء الله دايما يا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مش دي منزل ابو الغطريف يا بيه من اعيان المحمودية مركز البحيرة؟ عاوز حاجة؟ أنا شعبان قريبه من محمودية مركز البحيرة بجوار الإسكندرية. يا حنن يا حنن يا جدع أنت شايفني بقول لك لله؟ بقول لك عايز ابو الغطريف. كسيبه يا محمد خليه يخش، هو خاس علينا حاجة؟ اتفضل خش. السلام عليكم. ابو الغطريف بيه فين؟ ابو الغطريف ابو الغطريف بيه. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. اهلا وسهلا اهلا اهلا وسهلا اهلا بيه. والله يا ابو الغطريفي بيه انا فرحت لك من كل قلبي لما عرفت لك انهم رجعوا لك فلوسك وممتلكاتك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انما اقول لي يا ابو الغطريفي حاجات كتير رجعوها لك. ايه يا بختك يا عم، عين عليك برده انا يالك. بس ايه رايك انهم طلعوا جدعان في الحركه دي؟ اهو برضه تلحق تتهنى بفلوسك قبل ما تموت. فلا الله ولا فالك. بعد الشر عليك يا عمي. اهلا وسهلا. عارف يا ابو الغطريفي بقالي كتير قوي ما جيش اسكندريه، من ساعه ما كنت جيت اقدم في مكتب التنسيق. قال كنت عايز اخش الجامعه. جامعه ايه يابا؟ 48% دخلوا جامعه. انتوا كنتوا بتشربوا شربات. انت مين يا ابني؟ مين ده؟ ده شعبان ابن محمود الغطريفي، قريبنا من بعيد ده. لا زي ابوك يا شعبان. ابويا مين بقى؟ ابويا ما خلع من زمان الله يرحمه. انتوا مش كنتوا بتشربوا شربات؟ ما تجيبولي شربات. حاجه انا يا ابو الغطريفي احب قوي جامد حقيقي، مفيش مناسبه تعدي الا لما اقوم بالواجب. حد يموت اروح اعزي، حد يعي اروح ازور، حد يتقتل اروح اشهد. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طيب يا شعبان احنا متشكرين. العفو ده واجب علينا. فانا بقى يا ابو الغطريفي بيه من يوم ما اشتغلت في الاصلاح الزراعي في المحموديه. وليه بقى يا شعبان؟ نعم قلت لك احنا متشكرين.
وانا بقول لك العفو. فانا بيه بقى بيه تعبان وعاوز يستريح. ما هو قاعد مستريح اهو. معلش برضه يعني امشي؟ تعيش ونجملك. طيب طب انتوا مش هتغدوني؟ الواحد بيروح اي معزه ولا اي ميتم اه يا بيتغدى يا بيتعشى. ده سفر يابا، ده انا جاي من محمودية لغايه هنا. ان شاء الله في المناسبات السعيده. ما هو مناسبه سعيده اهي، ولا دي مناسبه منيله بنيل؟ وبعدين معاك يا شعبان، قلنا لك البيع عايز يستريح. طيب خلاص، احنا برضو يهمنا راحه البيت. ما نلزمش اي حاجه من البلد يا بلغطريفي بيه. متشكرين يا اخويا. طب يا سيدي، ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انما الشربات ده على الريحه ولا مظبوط؟ بس حلو. السلام عليكم. السلام عليكم. اعذره يا سعاده البيت. ده ولد غلبان. ولا غلبان ولا حاجه، وجع لنا دماغنا. على فكره يا جماعه، انا لازم اتغدى. معاد غدايا جه. وماله يا عمي؟ ايوه، وانا على فكره برضو باكل مسلوق، والدكتور منافع عليا كده، والبنت عندي هنا بتطبخ على قدي. ربنا يديك الصحه يا سعاده البنت. هو في هنا مطعم قريب قوي من الفيلا، انما رخيص قوي. عارفينه يا عمي. مع السلامه. على فكره ما تنسوش تقول لهم في البلد ان انا جاي قريب علشان يبقوا نظفوا لي البيت. حاضر يا سامحني. مع السلامه. نشروا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت بفلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وانا تتمشي مني الجزمه اليتيمه دنيا. بالحق قبل ما انسى. نعم ابويا. اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه؟ انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزم. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش. ابويا مستنيك النهارده. يا نهار اسود، ليه كفل الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ واني في ديك الساعه لما اجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه، طب بس اروح له ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخويا مش مهم الجزمه دلوقتي، روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي واحنا النهارده كملنا في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب 6 جنيه وربع وربع، يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخوي، روح اشتري جزمه نص عمر، ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه. ممكن اروح له بزنوبه؟ طب رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح استلف جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان، ما تجيبي قبلي وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. ما تقول حاجه يا ابني. هقولها يا عم، لا اله الا الله. أنا عندي فكرة إنك زميل زينب في الشغل. في الإصلاح الزراعي. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا عم. ما تتكلم يا ابني. هقول إيه يا عم؟ أنا أصلي حضرت قبل كده مياتم وأفراح وطهور، إنما أول مرة أحضر خطوب وما أعرفش هما بيقولوا إيه. قول أي حاجة يا ابني. هو انت مش انت عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شطانك. الله يجازي شطانك انت كمان يا عمي.
عشان شياطيننا احنا الاثنين يجوزوا بعض. حلوة حلوة. على كل حال يا ابني، ما دام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقه خلاص الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شويه في الاجراءات. اجراءات ايه يا عمي؟ هو انا هتعين في الحكومه وانت حكومه ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات يعني الشبكه والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني. انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي انت محوش كام؟ ليه؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز؟ شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 سنت. تقوم تقولي محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بدت خلاص دلوقتي. هتتمسك بالحاجات دي وحياه النعمه دي، بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها، حد لاقي عرسان يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا. انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك، اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه. جه ابويا مات، امي ماتت بعديه. الراجل صاحب البيت طلع نادل، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني. بس انا دلوقتي قاعد في اوضه، انما ايه؟ حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما صحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عند اتجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب بنقعد في اوضه. هي شقتك كم مطرح يا عم؟ يلا انت اهو، يلا يلا يا بره. يلا كم اوضه ايه يا ابني؟ ده انا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده احنا في مسبحه. ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل ايه يعني لما اقعد معاك؟ ولا اتبريت منها على حظاني؟ ده احنا يا ابني ساعه الصبحيه بنقف على دوره الميه طابور ولا طابور الجمعيه. طب ما تعمل قطوع في الصال. هقول لك على حاجه، انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني، اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز، عنده شقه. عندك شقه؟ ايه اللي شقه؟ شقه؟ هو انا سمسار ولا عريس يا عم؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقه على عيني وراسي، ما تحضرش الشقه مع السلامه. سكه اللي بره. اتفضل. طب يا عمي بقول لك ايه، انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقه كده برضو تكسفني يا عمي. مع السلامه. طب يا عمي، طب يا عمي مع السلامه. طب وانا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب وانت كنت بقى بتجري ورايا ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك. ايوه ما انتش عايز اهو، ما انتش عايز تجيب شقه اهو. طب انا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب انا اعمل ايه؟ اضل واضح حكمته، ده اللي شقه بلدنا دي خلوها 2000 جنيه يا اخويا. بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعال نحط دماغنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتنا؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان، انا لقيت الحل. احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقه، بس بعد سن المعاش. حلوه، تبقى للورثه. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقه ولا عايز تفكر تفكير سليم، وكمان عمال تهزر لي. انت بان عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا يقضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزوهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ من فضلك ما تكلمنيش، انا اتاكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحده اسمها زينب، حتى صباح الخير ما تقولها ليش. زينب يا زينب، عودي يا زينب، عودي، اهلك في انتظارك يا زينب. على السلامة. اهلا 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 يا سعد البيه. اهلا يا سعد البيه، ده ايه النور ده كله يا سعد البيه؟ اهلا اهلا بيك. اهلا اهلا. هتستغلوني ولا ايه؟ ورايا ورايا في كل حتة، واحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا ملناش قيمة من غيرك. وايه اللي انتوا زارعينه في الجنينة ده؟ ده فل وياسمين يا سعادة البيت. هعمل ايه انا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وسم سيادتك. روح ازرعوا حاجة مفيدة ليها فايدة، ارقم، ملوخية، شوية بامية، مش طولي نظر وشم. معاك حق. فعلا يا سعادة البيت معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحية طيبة.
وأرجو أن تكون بخير. وبعد بزف لك هذا النبأ الهام، فقد عادت الحراسة جميع أملاكنا، وأقوم الآن بالتصفية، وسيتم بينك كل شيء خلال هذا الأسبوع، وما أن أحصل على المال حتى آتي إليك في فرنسا. يجمع الله شملنا مرة أخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما أنك قد مت فعلا، والحمد لله إن هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. أوصيك بنفسك حتى أراك قريبا جدا جدا بإذن الله. والدك الغطريفي. ليك خمس تشويلة سماد يا حاج، روح استلم. شايفين يا سيدي؟ الصباح لله يا جدعان. صباح الخير. ما تعبرونا يا خل، ده احنا ناس جدعان قوي، غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بومبه. مرة واحد طلع المعاش معرفش ينزل. حلوة حلوة، بلاش بلاش. طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زيادة يعني. بلاش دي بلاش. لقيتها، لقيتها زيادة، لقيت الحل. هجيب الشقة بس في عرض جاه النبي، خد ودي معايا. حل ايه؟ اهو كده عبريني احسن من ساعه انت ما كنت مخصماني وانا ما بنامش الليل. يو حل ايه بقى يا شعبان، ولا بتهزر؟ انا ما بهزرش. انت عارف الراجل القريب الغني قوي ده؟ ماله ده اللي انا زرته ده؟ اه، لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي. طب وده هيعمل لك ايه؟ لا هيعمل لي كل حاجه، مفيش دعوه انت بس، انا هصرف معاه. ده بيحبني قوي. ايه؟ عارف الدليل انه بيحبني؟ قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي ازاي والدك؟ ايه ليه؟ شوف الراجل وحلاوته لما يقول لي ازاي والدك. تستنيني في البيت النهارده، هاجي لك ومعايا حل. سلام يا حبة القلب، ما تجيبي قبلي. صباح الخير يا ابو الغطريفي بيه. ده شعبان ابن محمود الغطريفي. هلا انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما نسيتكش. خير خير ان شاء الله. انا بس كنت يعني عايز حضرتك كده في كلمتين. قول عايز ايه؟ بقول يعني اصل انا زي ما تقول كده يا ابو البيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول. الله، ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي اقعد يا بيه؟ انا زي ما تقول كده عايش شقه. شقه؟ تكونش فاكرني سمسار. لا يا بيه العفو، لا سمح الله. انا بس بقول يعني ان احنا قرايب، وانا من لحمك برضه، وانت كبرني، واليد العليا خير من اليد السفلي، ومن قدم شيء بيداه التقاه. ايه يا ابني اسلوب الشحاته ده؟ عايز ايه؟ شحاته ايه يا بيه لا سمح الله؟ انا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. ايه؟ سلف؟ ما تتجعسي، ما تتجعسي يا بيه. ما هم انا عايز 2000 جنيه سلف، وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات برضه، ما حدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه الشقه اللي انا هاخدها ايه؟ 3 مطارح. ربنا هيكتب لك في الجنه 3 مطارح بعفشة ميتهم. ايه الولد المعتوه ده يا عبد الجواد؟ يلا يا شعبان فرصه تانية. فرصه ايه يا ابو عبد الجواد؟ يا ابو الغطريفي طلع الولد ده بره، انا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا ابو الغطريفي اخص. طلع الولد ده بره. حاضر حاضر، بس اهدى زيادتك. تعال. هو انا عملت حاجه زعل؟ لا ابدا، بس تعال معايا. يلا يا ابو الغطريف. طب خليهم 3 جنيه كل شهر يا ابو الغطريف. اطلع بره. اطلع بره فين؟ هتودي الفلوس دي كلها فين؟ خليهم على قلبك كده. يلا بره. طب يا ابو الغطريف. على اذنك. اتفضل. شعبان افندم، انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حاله؟ اه
سيادتك يا فندم غلطت، ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو ده البيه السباك يا اما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بيصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شوية. لخير؟ هي الحنفية حامل؟ لا، محتاجة قلب. عندكوا قلب ولا تاخدوا قلبي من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف المية علشان اعرف اشتغل. لا تطمني، ما تتخضيش. انا مش قلتلك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه، علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، انا ما احبش حد يفصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا انت هتجب علينا يا اخويا، خد 3 جنيه بتوعك هم. اتفضل. روح يا بنت، امشي امشي. مع السلامه. 3 جنيه تصليح حنفيه يا عالم. انا عارفه انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان. سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده انا راجل محترم، ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانويه عامه، رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب وقالب به ته، ده كفايه الاستاتيكا والديناميك ومركز الثقل، وتقولي لي ابقى سباك؟ طب خلاص، انت بالك نافش ريشك كده. ما تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه، طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال، اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه؟ هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحال على ابوكي كمان مره. اتحال على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضل اللي انت بتقوله ده هيمنعنا نشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالصورة على دماغكم في الاخر. ايه كان امير، كان امير. ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير، كان امير. يلا ربنا يسامحك، هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالبلغة القديمة في الآخرة. أنا بقول لكم أهو. الله. عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركة؟ طبعًا. حوالي 6.5 مليون. 6 مليون جنيه. يا ما أنت كريم يا رب.
هينوب كل واحد مننا كام يا صاحب جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا؟ المعزه خلصت. صحيحكم مشغول. الله يرحمك يا بلغطريفي. صحيتنا ليه يا ابو عبد الوهاب؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا انتبه. بقول ايه يا ابو عبد الوهاب؟ هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش السجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزه خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشي زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكوا في الاخر. كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبرة جامدة. أقل واحد فينا هينوبه مليون جنيه. يا ما أنت كريم يا رب. من بختنا إن ابنه الوحيد مات في فرنسا. أنت بتحلمي. إحنا مش هينوبنا إلا ملاليم. ليه؟ مش إحنا دلوقتي الورثة الشرعيين؟ في نظر القانون إحنا ورثة من بعيد. إحنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من حواشي. وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومه. يعني بعد التصفيه كل واحد مننا هينوبه ملاليم. لا ده ظلم. 6 مليون جنيه يطيروا مننا؟ يطيروا من قدام عينينا يا ونطه؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ إيه هو؟ إن ابنه ما يكونش مات. يعني إيه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس. ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش إنه مات علشان مجلس الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال أنا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومه بريال عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومه الانسان مجموعه اوراق، شهاده ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقه شخصيه الى اخره. مظبوط. مادام فريد هرب لما حطوا ابوه تحت الحراسه، وبما انه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب اي واحد نعمله الاوراق المطلوبه ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيبي العمليه دي عليا انا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوه بس دي لعبه خطره جدا علينا. ولا خطره ولا حاجه. وحتى لو كانت خطره، خطره عليه مش علينا احنا، لان المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ أنا موافق. أنا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكاية زي دي؟ موجود. وكل المواصفات منطبقة عليه. غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة. يا شعبان! شعبان! ايه يا متولي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وفين الاصلاح مزعبب ولا هدول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسالني؟ العلم عند الله. ده مسك ضغط القبالي من هنا ولا هدول الواد شعبان من هنا؟ تعالى معايا. اتفضل. انت متحول التحقيق يا سيد وهيتخصم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ البهايم خاسه. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوه. القبالي بيقول كده. وانت مسؤوليتك الباقي. طب مش لما تبقوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله بلاش غلبه بقى. لما البند في الميزانيه يسمح هتثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمحش. اوه انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ده ظلم. كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي. اهو
شعبان. مين؟ ابويا عبد جواد. اهلا اهلا اهلا. سلام عليك. تعالى. شاي يا ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي يا ولا. مجلس العيله عايزك لامر مهم جدا. عيله مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا. تعالى. دي فيها اربع ايام خاص الميه تروح كده. ولا يهمك. تعالى بس. تعالى. خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني. قلت ايه؟ ورحمه الغطريفي ماني فاهم حاجه. انا عايزك تقول لي الكلام من الاول عشان انا فهمت تقيل شويه. هتقف قدام الموثق هيقول لك انت فريد، تقول له اه والباقي علينا احنا. اقول له اه والباقي عليكم انتم. كل حاجه معمول حساب بمنتهى الدقه. انت مش كنت بتدور على 2000 جنيه؟ خلاص هتاخدهم وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات، وبدل ما فلوس الغطريفي بيل يكسبها بعرق جبينه وتروح تستنى في العيله. طب هو يعني المبلغ كام؟ انت مالك بقى؟ انا مالي ازاي؟ مش انا اللي هستلمها؟ مش انا اللي هورثها؟ افرض يا ابني اي مبلغ. انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه، الباقي مالكش دعوه بيه، ده فلوسنا احنا بقى. ايوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه؟ لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون. وعايزين تدوني 2000 جنيه. لا لا يا عبد الجواد، لازم تزودهم شوية. خلاص خليهم 3000، ولا أقول لك 4؟ لا يا شيخ، 4 ده كتير قوي. شوفوا يا إخواني، أنا هلعب معاكم اللعبة دي، بس آخد نص الورث. أنت مجنون؟ لا حرام، وأنتوا كمان حرامية، ومن حضر القسمة فليقتسم. لا يفتح الله، يلا ورينا عرض كتافك. حطكم بعافية. السلام عليكم. تعالى ملحفي. سيبيه خليه يغور في 60 داهيه. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000. النص. يا ابني ورانا مصاريف كتيره. النص. طب خليهم 50. النص. لا غور في 60 داهيه بقى. هو ايه اللي يغور في 60 داهيه؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاتوا ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1، نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داهية. الشهادات الدراسية شلنا منها صور فريد وحطينا بدلها صورك انت، بحيث بقيت انت فريد الغطريفي. اتفضل ادي بطاقتك يا سي فريد. بس كله لهف. لكن في عونك. المهم يعني كل حاجة سبكت يا حبيبي. انا قلت لك قبل كده الانسان قدام الحكومة مجموعة اوراق، وكل اوراقك انت سليم. لو هتدن في ملطة دلوقتي محدش هيصدق غير انك فريد الغطريفي.
فريد الغطريفي، فريد الغطريفي. اه يلا بينا. على فين؟ على محكمة اسكندرية. طب مش هلم حاجات الأول؟ حاجاتك إيه يا ابني؟ أنت على رأي المثل، لا وراك ولا قدامك، يلا تعالى تعالى. يلا يلا على رأيك. خارج اسوار السجن. السجن ايه؟ واحنا بنلعب. ما يمكن يكتشفوا التزوير ونروح في بونيتي. تزوير ايه يا استاذ؟ مو احنا بتوع تزوير؟ احنا الاصل نفسه. كل الاوراق اللي معانا اوراق فريد نفسه. يلا يلا ما يعطلناش. نشجع بقى. مين فريد الغطريفي؟ ايوه. انا. انت فريد الغطريفي؟ ايوه انا فريد الغطريفي. معاك بطاقة؟ لا ايوه معايا البطاقة طبعا. فين الشهود؟ انا عبد الجواد محمد الغطريفي. والشاهد التاني؟ بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزة والشاري جاهز ومعادنا معاه بكرة. خد الله. يلا بقى. ما انت كريم يا رب. قعدت على الأوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وانتوا الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريد بيه ممكن تمضي؟ فريد بيه؟ فريد بيه؟ نعم. ممكن تمضي؟ يما انت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام على خيرة الله. السلام عليكم. مبروك. السلام ورحمة الله. انا عديتهم 3 مرات. ال 3 مليون ناقصين 30 جنيه. معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكت عن عني وعن عفيتي. اقبلوهم على عينيكم. ان شاء الله هتشتري بهم شيش تحطوه في عينيكم وتتغمسوا. ده تكون نقطه. سلام عليكم. على فين يا فريد بيه؟ راجع البلد قبل المغرب ما يبدا. البلد ده انت اتجننت؟ انت تنسى البلد دي نهائي. ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكم ومعاك 3 مليون جنيه؟ وهي يعني؟ شوف بقى، انا هبني مسجد، هبني مسجد وهعمل مشروع تربيه دواجن وهجيب جمجموسه على معزتين واعمل اصلاح زراعي خصوصي. نكاتك الوكيل. فريد بيه، بلد صغيره زي بلدكم، الناس هتلاقي معاك الاموال دي كلها، مش هيستغربوا؟ ايوه طبعا هيستغربوا. انت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطبت؟ لا سيبك منها بقى. شوف انت بقيت فين وهي فين. لا 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 يا نريمان هانم الا دي. على كل حال انساها دلوقتي وبعدين هنلاقيك 100 صرفه وصرفه. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر القاهره. هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوه بحد. ايوه بس ما بسش. هو ده عين العقل. وانا يا سيدي هدبر لك عيشه قبها في القاهره. أنا بيتي موجود وتحت أمرك. وأنا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. بس أنتوا هتتخانقوا. شوفوا أنا أهلا وسهلا. أنا هنزل عند نريمان هانم لغاية ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس أنا عايز أروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش مشوار ساعة الزمن. نوصلك ونستناك. بس أوعى تجيب سيرة لحد. إيه؟ أنت فاكرنا عبيط؟ عنك. وأنت فاكرنا عبيط؟ ولا فاكرنا عبيط؟ ولا فاكرنا عبيط يعني؟ زينب يا زنوبتي. شعبان شعبان.
فين؟ ده وكيل الاصلاح سأل عليك وخصم لك 3 ايام وقال لي الراجل ده ما ينفعش يثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر؟ ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما هي هايله. ايه؟ تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟ ما هاني انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر يعني حرست حالي وروق الاناني وجات لك على طول. مره واحده؟ لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى. مش لاقيين خلوه شقه هنا هنلاقي في مصر. ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا هيسهل بس انت مفيش دعوه انت. طب بس انا مش فاهمه حاجه خالص. ما هو انا هشرح لك بعدين بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان زين انا عايز مني الطلب. ايه؟ عايز قشين سلف؟ قشين انت روح. امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعه المغربيه وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اذكريني. فوتك بعافيه. مع السلامه يا شعبان. ما تجيبي قبله ساخنه. يو يا شعبان. طيب فوتك بعافيه يا زين. مع السلامه يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وده شعبان. اهلا 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 سعاده الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي وكنت مدلدل رجليا الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس. عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولا؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفوا بك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. حد يلبس جرافاته زي دي يا راجل؟ كاكرفت في مفاصلك. امشي امشي يا ولد، انت مرفوض. كاكرفت في مفاصلك، روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيت، اتفضل البيت بيتك. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي باين عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهورات. خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى وبكره الصبح هجيلك، اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك محمد، تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، وحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمه؟ لا متشكر، متشكرين قوي. نعم متشكرين قوي قوي قوي. اشرب. لا انا ما بشربش الحاجات دي.
دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. أنا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما أنا جنبك مش هتقلب بغم أبدا. اشرب. ما تقدرش تتصور أنا سعيدة بيك قد إيه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وأنت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟ اه. اصلي من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. هو حضرتك اللي طلقتيه؟ اه. عيناه كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بين الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلو قوي اللحمه دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هيدا اللحمة دي بتلو بتلو. فريد. نعم. أنا شايفك مش مستريح في القعدة. تحب أشيلك الشنطة بمعرفتي؟ لا، ده أنا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ أنا مش مستريح قال. أنا هدخلك دنيا حقيقية، هخليك أسعد إنسان. أنا عايز أنام. طيب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمة دي هايلة، متلو. تصبحوا على خير يا غادة رشيد. ربنا كتر لنا من لحمكم. كده دلوقتي كله تمليك. اذا كان على التمليك بقى يبقى اشتري بيت من بابه. فيلا يعني؟ فيلا مش فيلا معرفش، بس تبقى كل حاجه بتاعتي، الارض بتاعتي والسلالم بتاعتي والجيران بتوعي، وبالمره ابني عشه فوق السطوح اربي فيها شويه فراخ بدل الفراخ بتاعتكم دي، وكمان اعمل فرن اعمل فيه شويه عيش مرحرح بدل العيش ابو زرع بتاعكم ده.
نظرية برضو. بعد الظهر هكون دبرتها لك وبالمرة هجيبها لك جاهزة مفروشة بالسرعة دي. يا فريد بيه، بالفلوس تقدر تعمل كل حاجة وبمنتهى السرعة. اتفضل، ادي 5000 جنيه هم، مع اللي معاك يبقى 150000. انا عديتهم 3 مرات. متشكر، الدار امان. نسجل بكره ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. انا هوصل رسالتك. اتفضل. تمام يا فندم. تمام. متشكر. جنيه عمولتهم 10%، يبقى انا عايز 15000 جنيه دلوقتي. اتفضل. ايوه كده مش تبقى قريبه وحبيبي والسمسر عليا. لا سمسره ايه، ده انا كنت عاملها لعبه عليهم مش كده، وهو اللي ناخده منهم احسن من عينيهم. ما انا بقول كده برضه. بقول لك ايه؟ نعم. ما تخلي طعم الشغالين والبواب زي ما هم. ايوه، ونثبتهم ما يبقوش ظهرات. استريح انت دلوقتي وانا اجي لك بكره. بقول لك ايه؟ يا لئيم، يا لئيم انت. مساء الخير. دودي مين يا ست انت؟ ما عندنا حد اسمه دودي هنا، النمره غلط. مش فريد بيه؟ انت ما عرفتش صوتي ولا ايه؟ انا نريمان. اهلا يا رمرم هانم. ماني دودي وانت رمرم. رمرم؟ الله. اسم دلع يجنن. الف مبروك على الفيلا. انا خدت النمره من عبد الجواد. حبيت اكون اول واحده تهنيك. عشتي يا رمرم، الله يحفظك. انت عندك ايه الليله؟ لا بقى، انا الليله دي في تجلي ما بعده تجلي. ما كنتش احلم ان انا وهم هنبقى في يوم تحت سقف واحد. ودي يا مسيد، دخلي الحاجات في اوضه البيت. حاضر يا بيه. الله، ايه الحاجات دي كلها عبد الجواد؟ فريد بيه الغطريفي لازم يظهر في منتهى الابهه. امال انا مش ابهه؟ ما انا ابهه اهو. يعني برضو يا فريد بيه. بقول لك ايه، ما تاكل فحل البصل ده. لا 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 لا، مانيش فيه ده. طوعني كله، هيخليك زي الحمار. انت حر. قال لي يا عبد الجواد، انت حسبني في مصر كده من 4 حيطان؟ لا ازاي، ده انا عامل لك بروجرام يجنن. ايه هو؟ المتحف الزراعي، القناطر الخيرية، جنينة الحيوانات. متحف زراعي؟ بقى أنا جاي من الفلاحين، توديني متحف زراعي؟ يا راجل أنت، أنا عايز حاجات من بتاعت الناس العتاولة دي. يا خلبوس أنت. أنا جاهز. وأنا كمان جاهز.
فريد بيه الغطريف المليونير العظيم. اموت انا بالعظيم ولا في اللي قبليه. بغير بغير يلا طيب اسبقوني على ما اجيب شنطتي من جوه. يلا يلا وبسرعة بسرعة. على فين يا جميل؟ كنت ايه مليونير؟ مين ده؟ فريد الغطريفي. فريد الغطريفي؟ فريد الغطريفي؟ هو جه تاني؟ مش خايف ده ولا ايه؟ اتفضل. ميرسي.
يا صباح النور، يا اهلا بعود القصب اللي من غير زعزوعه، يا بيت مرحب بالعصعصه، يا الف مرحب بالانيميا المزمنه. اهلا 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 وسهلا. يا عم ده بواب. ايوه اصحاب البيت. 3 كيلو كباب خالد ده، وازازه بيره ساعه، وعلبه سجاير سوبر مستورده، وبرطمان مربى خرز البقر. الطلبات جاهزه يا بيه. اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا وسهلا بالبتختة، اتفضلوا. هلو. خليك قريبة مني عشان لو فتشت عند اهلك. اه تعالى يا جابر التوبة بنتي، تعالى. ما بيهمتش. عيبه ايه يا بنتي؟ انت هتطلعي فيه القطة الفاطسة؟ ده راجل جايز، على الأقل عنده شقة. يابا سباك سباك. سباك؟ وماله سباك؟ راجل كسيب وعنده شقة. يابا ده متجوز وعنده عيلين. يا بنتي عيل اتنين تلاتة أربعة، إنما ده عنده شقة. مش متجوزاه، فاهمة؟ اه يا اخي كنت مستنيه الجدع ده اللي اسمه شعبان. ها ده غطس مهبش هيقد الغايب حجته معاه. يا اختي اللي ما قال عليه يبعت كلمه بجوابه للصفان. عارفه ما جاش ليه؟ لا هيبعت ولا هيجي، وان جه هيجي ايد ورا وايد قدام. الخايب يفضل طول عمره خايب. اسمعي كلام يا بنتي، هو حد طيب يتجوز الايام دي؟ يابا هستناه، ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عبد الوهاب. هلو هلو. شال ارقام جان؟ نعم شال ارقام جان. انا رايي هي بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني. انت ممكن تيجي تاني في اي وقت. البيت مفتوح، البيت مفتوح، وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط. اجي البيت مفتوح، انت تيجي في اي وقت. باي باي. باي باي. شفت الانجليزي بتاعي؟ عظيم، عيني برد عليك. مستورد معلم. الو الو فريد بيه، دفعه العربيات الجديده وصلت يا فندم. بالنسبه للعربيه اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في اي وقت النهارده لو حبيت. طيب اوكي اوكي. انت خارج؟ ما هستلم العربيه الجديده. طب ما اجي معاك اسوقها لك على الاقل؟ لا انا محضر سواق، ماليش دعوه انت. الزحمه والمصور. خير بالخير، عشان دي اول دفعه
تنزل مصر بالموديل. يا سلام. تعرف اني كنت خايفه اموت لما قلت لي انه نرقص؟ ليه؟ كنت خايفه لحسن تدوس على رجلي. شوفي بقى، احنا لما نحب ندوس ندوس، ولما نحب ما ندوسي ما ندوسي. العيال مخلصه هاوي بقى. ده انت بقيت حاجه تانية خالص. بس انا من جوايا غلبان غلبان. العينين اللي كلها شقاوه دي غلبان كده. مين اللي بيرقص معنا ريمان ده؟ ها؟ ده فريد بالغطريفي مليونير اتجوز عازب. ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت ناسي ان عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت، انت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامه. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ طب خلاص خلاص، على العموم لازم تتعرف عليه، نديله البنت التانيه. البنت التانيه عندها 9 سنين. هو ماله استناها؟ عجبك الدوشة دي؟ بيتهيألي قلقاكي مش عارفة تنامي. بس المخدة مريحاني. اه طب ما تيجي ناخد المخدة ونروح. كفاية ما تشوف. مش كده؟ يلا حلو. تعلن شركة منصور شيفورلي عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورلي سايتيشن، وقد كان أول المسلمين السيد الغطريفي. يا زينة يا زينة. ايه؟ تعال شوفي اوايل. ايه ايه؟ بصي كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ ايه اللي هجيب شعبان في التلفزيون؟ ده هو فعلا هو. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغلها، عربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخريف امار، بقى هو هيركب عربية زي دي؟ ده اللي زي ده يركب حمار. اللي يركب عربية زي دي الناس المتاخن بتوع الاستثمار. بقى انا هغلط في شعبان؟ ليه لا؟ هو كان من بيت اهلك. يوه يخلق مش شبه 40؟ لا بقى شعبان، انا متأكدة. هم تيكا تيكا هم، هم تيكا تيكا هم، هم تيكا تيكا.
هنا بس مشغول النهارده. يعني ايه؟ يعني فرصه تانيه. فرصه تانيه ايه؟ ده انا جاي له من اخر الدنيا ولازم اقابله النهارده ضروري. انا مالي، خشي. افندم، هو عبد المغفل ما قالكيش مش عايزين النهارده ولا عايز يسترزق وبس؟ جرايه يا ست انت، وانا جاي اشحت منكم ولا جاي اغسل لكم الغسيل؟ لا العفو، انت ارفع من ذلك. يو يا ست من فضلك. هو ايه في ايه الدوشه دي؟ زينه، يعني انت مظبوط؟ زينه خش يا مسيد. امرك يا بيه. تعالي يا زينة، تعالي. كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعبان، لكن قلب المؤمن دليل. انا كنت متأكدة ان اللي شفته بعناية في التلفزيون هو انت. ايوه انا يا زينة. وايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ كنا فين وبقينا فين؟ اصل انا ما قلتلكيش، انا ما قلتلكيش ايه الحكاية. انت ما قلتليش غير على حاجة واحدة بس، انك نازل مصر تدور على شغل. ايوه ما انا هقول. تعالي بس، تعالي انا هقول. تعالي يا زينة، تعالي اقعدي هنا. لقيت شغل يا شعبان؟ ايه؟ اه طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة ايه العظيمة اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهة دي ما بين يوم وليلة؟ اوعى تقولي انك لقيت خاتم سليمان ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زينب؟ وخيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من الخيال. اني جالي عبد ال على مو مش وقته، وانا هبقول لك بعدين يا زينب. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سريقه. ايه يا زينب؟ وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش، تبقى اختلست لك اختلاسه. اختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ اختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ميزانيه الاصلاح الزراعي بثلاث اشهر. طب فهمني لما انت ما انتش مختلس، ولما انت ما انتش سارق لك سريقه، ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده، ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها؟ لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقيه لهم جواب. ما انا كنت جايلك، بس ماني هقول لك، انا كنت هجيلك. بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي، وان ما تيجي بقى يا حبوبي. فربنا فتح علي، ربنا فتح علي قوي قوي قوي، ربنا فتح علي قوي. وانا كنت جاي لك، بس اللي حشني مش في صوت جاي من جوه. ما في صوت، بس ما انا هقول لك الصوت ده جاي من ايه. الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارفه القاهره مزدحمه بالسكان، والفيلا في مصر كل فيلا جنب الفيلا التانية، فتلاقي الفيلا ملزقه ببعض، وبالتالي الاصوات تتداخل في بعض، فتبقى قاعده كده تلاقي الصوت جاي لك وانت قاعد. فالصوت بقى، انت عارف احنا كام؟ انت عارف يا زينب احنا 43 مليون. 43 مليون نسمه، يعني 412 طفل في الدقيقه. 6112 طفل في الساعه، 72,000 طفل بيتولدوا في اليوم. فتقومي تقولي لي ايه؟ فانا كنت جاي لك، انما اللي حاشني حقيقي يعني. اللي حاشني يا زينب ان 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 انني كنت يعني واخد بال حضرتك. يلا يا حلو تعالى بقى. الكثافه السكانيه يا زينب بتخلي الناس تهج، يعني شوفي تقول لك يلا يا حلو تعالى بقى، لان الزحمه تخلي الناس تقول يلا يا حلو تعالى بقى من كتر الزحمه. يعني هو دلوقتي يعني مش الصوت ده جاي من جوه؟ لا ده جاي من الزحمه، جاي من يلا يا حلو تعالى بقى، لان الناس بتبقى هجه ببعض وزحمه ببعض، فتقول يلا يا حلو تعالى. 412 مليون طفل في الدقيقه يا زينب. انا كنت جاي لك يا زينب، انما اللي حاشني حقيقي يعني. يا حلو من جوه تعالى بقى. يا روح قلبي من جوه، ما بقول لك يا روح قلبي من جوه، لان الكثافه السكانيه من جوه. منين بقى؟ لان الناس زحمه، ففي ناس قاعده في حتت جوه قوي، فهم الناس عايزين يهجوا من الاكلان اللي هم فيه. امك يقول لك يلا يا حلو تعالى بقى. 412 طفل في الدقيقه يا زين. الاكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوه كده؟ يلا من جوه تعالى بقى. شعبان. نعم. ايه السر اللي انت مخبيه عليا يا شعبان؟ انت عايش عيشه غريبه قوي يا اخي. اهدى، ده انت عايش عيشه زي اللي بيقولوا عليها ليلى حمرا. حمرا ايه وخضرا ايه يا زين؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ عيب، انا مش بتاع الحاجات دي، وانا لا اسمح
مطلقا. ايه الحكايه؟ ايه التاخير ده كله؟ دي اصلها يعني اصل العيال لما بيتولدوا بيفوروا على طول، فتلاقي جسمها فاير مع ان هي مولوده دلوقتي، يعني مولوده في ساعتها، فدي كثافه سكانيه يعني. فيا زينب انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايزك تسيئي الظن بيا مطلقا. لان ايه الحكايه؟ مش عايز تيجي ولا ايه؟ دي لسه موجوده دلوقتي اهو، لان حتى تلاقيها لابسه البافيتا بتاعتها هي بتبقى بيضه في العلب، بس هما بقى جسمهم فيها المكثفه السكر 412000. ما تندمش يا شعبان، مليون عين. انت في حياتك زين، ما انا ده كل اللي كثافه سكانيه يا زين. سيبها تمشي وتيجي بقى، دي القعده من غيرك مالهاش طعم. شوف، مش هما بيقولوا ان احنا 40 مليون؟ لا، احنا كلنا 20 مليون، وانت ال 20 مليون التانيين، فكثافه سكانيه يعني. شعبان، البني ادم اللي كنت اعرفه خلاص انتهى، خليك انت في عيشتك الفارغه وبقابلني، وخدها مني كلمه حكمه من فات قديم وتاه يا شعبان. زينب انا ما هقول لك، اصل الكل دي كثافه سكانيه يا زينب. ايه ده يا بنت؟ مش هناكل. طب ايه؟ عندك على الهبل قوي. امشي يا كل، امشي امشي من قدام. يلا بنت وهي امشي من هنا. لا تلطف ده فوخي، هنطلع على الاكل الاول. ايوه بس ده خطورة. عشان انا خطورة ولا حاجة؟ انا داخل باسم تاني غير اسمي، المهم هعمل ايه دلوقتي؟ تروح لاهلك وقرايبك يدلوك ازاي ده حصل ويشوفوا لك طريقة. اهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري اني مت، ما اكيدش ان اي حد تاني غيرك يعرف ان الحي موجود هنا. عندك حق يا فريد. المهم اللي طالبه منك انك تدلني على اللي استولى على ثروتي. خلاص اديت، لازم تبقى لحياتي معنى يا عبد جواد. عايز اعمل مشروع مفيد يفيد الناس وانا كمان استفيد. عين العقل، برافو عليك، خدتها من على لساني. انا لسه كنت هقول لك. طب ما احنا لسه فيها اهو. المشاريع على قفا من يشيل. طب قول لي اعمل ايه؟ ايه رايك؟ نعبي ميه في ازايز ونحط عليها اجسام وشويه اعلانات في التلفزيون.
شويه بنات حلوين يطلعوا يقولوا هذه المياه المعدنيه من شيلي، المياه الصحيه التي تنعشك وتقويك وتحافظ على الروابط الاسريه. ميه ايه يا راجل انت اللي هتحافظ على الروابط الاسريه؟ طب ما تيجي بقى نبيع بالمره الهواء في اكياس نايلون عشان يحافظ على الروابط الاخويه. يا عبد الجواد، يا عبد الجواد، انا عايز مشروع عليه القيمه. يا فريد بيه، الناس بتلعب بالبيضه والحجر وبتكسب ملايين. يعني عندك اللي انتهز فرصه ازمه الفلفل الاسود، عارف عمل ايه؟ وانا مش عرفت، وانا كان ابويا عطار. تراب الفرن طحنه بشويه شطه وعبي يا جدع في اكياس الفلفل الاسود وبيع. عمل في سنتين 2 مليون جنيه من تراب الفرن. واحد تاني قعد ياكلنا بولوبيت مستورد اللي بيوكلوه في بلاد بره للكلاب، واحنا ما صدقنا، نزلنا عليه حتتك بتتك. حتتك بتتك على اكل الكلاب؟ ترى العالم ماشيه سهرانه في الشوارع. على بال ما اكتشفوا الحكايه ووقفوا الاستيراد كان اخينا عمل له 3 مليون جنيه. ولا شاي ابو نشاره ولا السوداني المحروق اللي كان بيتباع على انه بن. يا عبد الجواد، يا عبد الجواد، والناس ما عندهمش ضمير. بقول لك عايز مشروع محترم، تقول لي كلاب وتراب الفرن. خلاص خلاص اللي تشوفه افكر لك. طب اسمع يا عبد الجواد. نعم. ما تيجي نعمل عماره سكنيه وهالناس تسكن وتفرج ازمه المساكن. اذا خدت خلوه هتروح في داهيه، واذا ما خدتش مش هتغطي التجاريب. وانت دايما تعادها في وشي. طب اسمع، ما تيجي نعمل مشروع سياحي، السياحه حلوه برضه. برافو، اهو ده المشروع ولا بلاش؟ انا هدور لك على مكان سياحي ينفع لوكاندا، اهي دي الافكار النيره. مش كده؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة خشبة حبشي. ها؟ الحكاية جد مش هزار. اصل مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ وعايز ايه؟ طب مش تسأل الأول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين؟ لو مؤاخذة يعني. أنا فريد الغطريفي. نعم. فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفجأة وأنا في أوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة أبويا بعد ما شركائك أوهموك إني مت. إيه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد هو واخواته. لا 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 لا، الموضوع ده يهمني انا وانت. انت اللي استوليت على ثروة ابويا، فالحساب يبقى بيني وبينك انت. ابوك مين؟ انا فريد الغطريفي. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه؟ عايز الفلوس، 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة، اروح اعبهم لك في الشنطة واجيبهم لك. ولا اقول لك اسمع، انا اكلم عبد الجواد عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في الشنط وتشيل. شوف اسمع، انا مش عايز تريقه، انا هكون عملي معاك. ثروه ابويا كامله انا مش عايزها، وبدل ما نخش في تحقيق ونيابه انا يكفيني مليون جنيه والباقي حلال عشانك. لا ما بدهاش بقى. ايه هتكلم مين؟ هكلم البوليس يجي يحكم ما بيني وبينك. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. انا برضه اللي اختشوا ماتوا. انت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت مليون جنيه بس، انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بالسوق. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريفي الله يرحمه. مفيش قوه في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطه و اتفضل. مع السلامه، بدل ما اجيب لك البوليس هو اللي يخرجك كده. انا ماشي ومديك 24 ساعه تفكر. اذا ما كنتش هتعقل انا هعقلك. انا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم.
السلام عليكم. فيش عليكم السلام. ان شاء الله عقبال عندكم جميعا. عقبال عندكم. يلا يا بنتي احنا هنسيب الناس قاعدين وانتي قاعده انا لوحدي. اسمعي ابتسمي. في واحده يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبريك. ما انا مبتسمه اهو يا ام. يمكن كنت مستنيه المنايل على عيني العمر كله. ما خلاص يا اما وافقت لكم على العريس المداح والبتاع كله لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع البائع ايه ده على الجوال؟ 300,000 جنيه عند التوقيع مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع؟ انا العمليه دي مش مطمن لها. شكلها كده نصبه وصاحب البيت شكله نصاب وانت كمان نصاب وانت هو من هنا. يلا يا حبيبي يلا يا اخويا بلاش مفيش شاي كمان قوم انت هو من هنا قوم يا حرامية. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخوي يلا ما تنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تنحش. يلا اتفضلوا مع السلامة. يلا مستنيين ايه؟ الأستاذ فريد الغطريفي. أنا فريد الغطريفي. حضرتك الأستاذ فريد الغطريفي؟ أيوه أنا الأستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معانا حضرتك. اتفضل معاكم فين خير؟ معايا أمر بالقبض عليه. بالقبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم ايه انت راخ؟ استنى لما اشوف ايه الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معانا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت ما بتشربش حاجه ساعه ليه طيب؟ نيابه يعني. وبالاطلاع على البطاقة اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي المواليد الاسكندرية قسم محرم بيه. وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين. حبس 4 ايام؟ حبس 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو اللي احم ولا دستور مش عارف ايه الحكاية الاول. جرايه فريد 9 سنين نسيكوا اللي عملته ولا فاكرنا احنا نسينا؟ تنسوا ايه وانسى ايه يعني انا مش فاهم حاجه. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام؟ اعدام 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 اللي هو يعني تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصه اللي قتلتها نوال. نوال؟ انا قتلت نوال؟ نوال مين؟ نوال مين واعدام ايه بيه؟ انا محمد عز المحامي حاضر على المتهم. يا عم في عرض جاهل النبي تتنيل وتسكت. بقول لك اعدام ورقاصه تقول لي متهم؟ بتعمل ايه يا افندم؟ خدها شويش على الحجز. يا ابني خدنا على فين؟ حجز ايه؟ اتفضل قدام. اوعى ما تقول له حاجه يا بيه احسن يصدق ان هو اتفضل. اتفضل ما تقول حاجه. محمد عز المحامي حاضر على المتهم. خد دخلك على اخوك. هو ده اللي انت فارح فيه؟ محمد عز المحامي هيشتغلوني. ده اللي الشرم حبيبي عبد الجواد. امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجه بالمره. احنا بعيد عن كل شبهه. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد.
والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه واحنا مالنا؟ انتوا بتخرفوا شعبان الزلقه نفسه هيروح فيها. شبلق علينا شعبان. ايه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. اه مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان اخبر اعصابه. فريد قريبنا لازم نقف جنبه في الورطه اللي هو فيها. بيئه الرقاصه بقى تبقوا عارفين انه قاتل الرقاصه وتغرزوني فيها. ما يهمكش جمد قلبك. اجمد قلبي لحد امتى؟ لحد ما الاقي عشناوي يطير رقبتي. ولا هيطيرها ولا حاجه. المحامي عامل معارضه وهيعينه محاكمتك تاني. محاكمتي تهمه ايه؟ تهمه قتل الرقاصه؟ طبعا. طبعا ده ايه؟ هو انا قتلتها؟ هو انا حاطها خالص؟ يا فريد هتتعدل. هتتعدل؟ هتتعدل لغايه امتى؟ تكونش الجدع اللي جالي ده هو فريد؟ قال ايه جدع؟ واحد جالي كده بناء قال انه فريد. انا افتكرته نصاب. يبقى فريد عايش. هو فريد يبقى عايش ما ماتش. يا فريد ما تخليش الصدمه تهزك. اقول لك فريد عايش تقول لي يا فريد انت بتتكلم عبيط ولا عبيط؟ انا يا عم هعترف. يا روح ما بعدك روح. انت اخينا اللي بره. عايز ايه؟ انا عايز اعترف لوكيل النيابه دلوقتي اهو. يا فريد يا فريد انا فريد بلا زفت. انا عايز اقابل وكيل النيابه دلوقتي اهو حال. هجيب لك وكيل النيابه منين دلوقتي؟ الصبح ان شاء الله. اتفضل معايا على الحبس. يا سعادة البيت انا عمري ما كنت فريد. انا شعبان واد غلبان تافه من عامة الشعب. ما اعرفش حاجة. اقفل ازاي؟ ده انا ما اعرفش اتفرج على فرخة مذبوحة. جم قالوا لي اعمل فريد عشان خاطر حكاية الورث والفلوس. انما انا شعبان وجاي واحد بدقني كده هو فريد الغطريفي. انا عمري ما كنت فريد. انا شعبان. ما تقول يا عم جواد. لا حول الله يا رب. اقول له اقول له اللي انا شعبان تقول يا حول الله يا رب. قولوا لي يا ست الرمال قولوا لي يا الامين. اهدى يا فريد مش كده اهدى. فريد مين؟ تقول لك انا شعب مجاوري. قول له يا مجاوري ابقى مين؟ قول له. ساكت ليه؟ ايوه انت اللي تعرف كل حاجه. قول لهم بقى انا ابقى مين؟ انت كريم يا رب. يا انت حليم يا رب. هو اللي طالع عليك كمان انت يا سعاده البيت. اسمع يا فريد احنا واخدين على الورطه دي كويس. انت عايز تفلت من عداله؟ خد اشاويش على الحبس. حبس ايه؟ حد تجديد المحاكمه وتأييد الحكم. لا حول الله. اتفضل اتفضل روح يا اخوان. انا شعبان. اتفضل. انا شعبان يا اخوان. حرام عليكم. يا مؤاخذة يا شويش انا عايز اروح دورة المية. وده وقته؟ امال وقته امتى يعني؟ حبك دلوقتي عايز اروح. اتفضل يا سيدي. زينب انا واقع في عرضك. ليك عين تكلمني بعد اللي شفته بعينيا. امشي خالص امشي بعيد عني. يا زينب ده مش وقته. انا حياتي على كف عفريت. احسن خلي عمايلك البطاله اللي في مصر دي تنفعك. عمايل بطلت ايه؟ انا محكوم عليها بالاعدام. يا خبر اسوس. حتى البصمات؟ حتى البصمات يا زينب. حتى البصمات. حته دين ورطه. ايه ورطه معاك؟ طب والحل ايه؟ مفيش حل غير ان اروح الاوضه اللي انا كنت ساكن فيها ادور على اي اوراق تثبت ان انا شعبان. ليه عملت في نفسك كده يا شعبان؟ ليه استعجلت ليه؟ هي الدنيا تحلو ولا بشقاها؟ هو ده وقته يا زينب. يلا يلا شوف اي ورقه ولا اي حاجه.
ايه ده؟ امال فين القفل كان على الباب؟ ده مقفول من جوه. كان حد سكنها غيرك؟ سكنها غيري ازاي؟ عاوز حاجة؟ حلو قوي، أنا اللي عايز حاجة. دي أوضتي. أوضتك إزاي؟ أنا اللي مأجرها من صاحبة البيت. مأجرها إزاي بقى؟ طب وحاجة اللي جوه؟ هتتضايق يا أستاذ شعبان، حاطط قفل على الباب وسايب الأوضة واقف. يا ستي أنا مش لسه مأجر الأوضة لغاية دلوقتي. مأجرها وقافلها، وغيرك مش لاقي حتة يتوى فيه. هو أنت وزارة الإسكان؟ مصلحة الهواي العاجل؟ أنت مالك؟ نكملة لما تململة، إن ما كانش عاجبك أعلى مدخلك اركابه. في 60 دقيقة الأوضة، أنا عايز الحاجات بتاعتي اللي كانت جوه. حاجات إيه؟ شوية الكراكيب. يا ست أنا حر، حاجاتي ولازماني، كل واحد حر في كراكيبه. بعتهم للتعب ربابيكي. يا سلام، وأنت يعني من حقك تبيع حاجة غيرك؟ إيه؟ أمال إيه يا ضناي؟ أمال آخد الأجرة منين يا ضناي؟ يما، يلا يا شعبان مفيش فايدة، خلاص يا أختي عادي بالعافية. يعافيكي يا أختي. كراكيبه، الكراكيب إيه؟ كراكيب إيه يا أبو كراكيب؟ تعال تعال. يا ابني انت مولود من زمان قوي. من زمان قوي ده ايه؟ انا على الاقل مولود بعديك ب 100 سنة. صفحتك مش موجودة، ومفيش ما يدل على انك اتولدت. ما يدل على انك اتولدت؟ ما انا قدامك اهو. يا ابني انا قدامي اوراق بحكم من وقعها. وقعها ده ايه؟ يعني انا ما اتولدتش؟ يعني انا مش موجود؟ موجود مش موجود، انا ليا الدفاتر اللي قدام. واتفضل بقى يا سيد خلينا نشوف شغلنا. هتتحل يا شعبان. يا عالم اثبت ازاي ان انا شعبان؟ اثبت ازاي؟ يلا على الاصلاح. امشي اطلع بره يا ماشي. امشي ماشي يا فندم ماشي، بس يا سعاده البيه اخرس خالص. اوراق ايه اللي انت بتسال عليه؟ انت كنت اتثبت عشان يبقى لك اوراق. طب يا فندم اي وصله سعاده البيه بس يثبت ان انا شعبان؟ اخرس، مالكش عندنا اوراق، انت باليوميه يا حبيبي باليوميه. فاكر الكرافطة اللي انت شديتها؟ معقول؟ دي احلى كرافطة شفتها في حياتي، انت لسه لابسها من ويها. انا يخوفوا بيا العيال. فشر فشر يا فندم، انت اصلك ما بتبصش في المراية. بص في المراية حضرتك هتلاقي ترافولتا قدامك. انت احلى من ترافولتا، انت بتقول ايه؟ طب مع السلامة، يلا يا حبيبي الطار، مفيش فايدة. يا فندم ده انت ترافولتا يا فندم. معلش معلش، يلا مع الف سلامة. مفيش ورق يعني؟ لا مفيش. الجرافات دي زي النيلة، وانت لا ترافولتا ولا حاجة، انت برضه بيخوفوا بيه العيال. ما تزعلش يا شعبان، ما تزعلش. ضروري هنلاقي حل. حل فين بس يا زينب؟ مالكش قرايب؟ مالكش حد من أهلك الطيبين؟ وأنا كان ليا حد. ليا؟ إيه؟ خالته نفيسة. نفيسة ماتت، عاشت 92 سنة، ما تموتش الا النهارده. تعالي عالم يا هو، اثبت ازاي ان انا شعبان؟ انا عارفه دي حاجه بقت صحية، اللي ما سابولك ورقه واحده تنصفك يا شعبان. انا تعبتك معايا يا زينه. اخص عليك، ازاي تقول كلام زي ده؟ تعالي اقعدي هنا. انا تعبت، انا حاسس ان انا تايه. زينب ايه؟ انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. يعني هو انا اللي ليا حد غيرك يا شعبان؟ المهم دلوقتي هتبات فين؟ مش عارف. لا ما هو انت لازم تلاقي حته تستريح فيها وتتدرى عن انظار البوليس، زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك. هو البوليس عارف مكاني هنا فين بس؟ ايه برضه شعبان دول لهم طرقهم. على رايك. اسمع. ايه؟ تجيش اخبيك في السطح بتاعنا؟ ايه بايخه؟ طب اقول لك حاجه، عارف الست اللي كانت ساكنه جوه؟ بقول لك ايه؟ انا هنام في زريبه البهايم بتاعه الاصلاح. تنام مع البهايم؟ مالهم البهايم؟ اصحابي عارفيني من ايام ما كنت بشتغل معاهم في الاصلاح. يلا يلا روح انت، مع السلامه وانا هتصرف. طيب. يلا زينب يعني يلا على الزريبه. يلا مع السلامه وانا هتصرف عشان ما يقلوش عليك في البيت. طب مع السلامه يا شعبان. مع السلامه يا زينب، مع السلامه. معلش يا اخوانا هتضيفوني الليله دي، مش عايزكم تتضايقوا، ما تعملوش تكليف. والله انا بحسدكم على اللي انتوا فيه ولا على بالكم حاجه.
واكلين واكلين، الاكل يجي لكم لغايه عندكم. مش كده؟ ولا في حقد ولا فيه تصارع، والمكان اي حته تناموا فيها، مطرح رجليكوا تناموا على طول. لا شقه اربع اوض ولا صالون ولا سفره ولا مطبخ ستانلستيل ولا موكيت من الحيط للحيط. الله ينعل ابو الفلوس. ما كنت عايش كويس يا شعبان، كنت عايش كويس، انت اللي جبت لراحتك. يا اختي يا اختي خد ابنك وخش جوه. ليه؟ عشان ما عملتيش الورق. راح فين يا زينب؟ واحده صاحبتي يما في المستشفى راح ودي لها الاكل. بالليل كده يا بنتي لما يشوفك خطيبك وانت خارجه بالليل كده يقول عليك ايه؟ خطيبي؟ اه قرطوا لي الوز. طب يا زينب لما يجي ابوك يعرف شغله معاك طولي بالك عليك. يا اختي خيلتيني انت الاخرى. خد ابنك وخش جوه يا اختي. قطيعه الخلف واللي بيخلفوه. شعبان مين زينب؟ ايه؟ خضيتك؟ لا ابدا يا زينب، ايه اللي جابك دلوقتي؟ كنت هسيبك تنام من غير عشاء. يا حبيبتي يا زينب، تعرضي نفسك للكلام علشاني؟ لو حد شافك معايا في الزريبه في بلدنا دي تبقى كارثه. ولا يهمك، المهم انت هتعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف يا زينب. بقول لك ايه؟ أنا لو كلفتك بحاجة خطيرة تعمليها؟ أنا عشان خاطر عيونك أعمل أي حاجة في الدنيا يا شعبان. أروح في 60 داهية. طيب أنا عايزك تروح الفيلا بتاعتي اللي في مصر. هقول لك على مكان الفلوس. تجيب اللي تقدر عليه والتاني الجاي. هي الفلوس هتنفع بيها يا شعبان؟ هتنفعنا في الحوسة اللي إحنا فيها دي يا زينة. وأنت هتفضل هربان على طول. أنت لازم تشوف لك حل. طب إيه الحل؟ مش عرفني بس. وأنا كمان مش عارف. كابوس كابوس يا زينب. قومي قومي روحي انت دلوقتي. قومي مش عايزه اسيبك. انا كمان يا زينب. ما نجيب قبله في الحوس اللي احنا محتاسينها فيه. يا شعبان يلا. الله، مش الصورة دي للجدع اللي اسمه شعبان؟ ايوه هو ده. مش معقول يا ابني. الايه؟ في ايه؟ تصوروا ان اسمه فريد مش شعبان. مش اسمه فريد، اسمه شعبان. يا جدع انا بقول لك اللي مكتوب قصادي. انت هتيجي اسال الحكومه؟ الحكومه تعرف اكتر منك ومني. هو الجرنان بيكذب؟ ما دام بيقول اسمه فريد يبقى اسمه فريد. هو عمل ايه؟ ده قتل واحده رقاصه. بقى كان عايش معانا ومسمي نفسه شعبان وهو اسمه فريد. ده مجرم خطير. الغريب انه كان معايا امبارح وقال ايه؟ بيسال على ورقه. التاريخ. صباح الخير. نشكركم على حسن الضيافة. ازيك يا متولي؟ اهلا يا شعبان. فريد يا فريد يا رجال، فريد اللي قتل الرقاصه. امسك يا ولد، اجري يا ولد، علق عليه. انا هقول لكم، هقول لكم كل حاجه. استنى بس، ده فريد اللي قتل الرقاصه. قاصه مين؟ انا هقول لكم على كل حاجه. هقول حدث الوكيل انا وانت يا راجل. هقول لك على كل حاجه. انتوا اصلكم ما انتوش فاهمين اي حاجه. انا هقول لكم، انا بقول لكم قدام حدث الوكيل. انا هقول لكم على كل حاجه. ايوه طيب، عال اهو البيه الوكيل اهو. ايوه قول لهم بقى يا بيه انا بقى مين. الله بقى
هتضحك علينا المدة دي كلها يا قتال القتلة وتسمي نفسك شعبان؟ يا بيه انا شعبان فعلا، الموظف الصورات اللي اشتغلت معاك 4 سنين، ما انتش فاكر لما كنت بهزقك واشدك من كرافتي؟ انت سيد؟ سيبك من الكلام ده كله، انت اسمك فريد وصورتك في الجورنال ايه؟ الجورنال هيكذب؟ ايوه يا حضرة الوكيل، بس سيادتك مش واخد بالك، ما ده شعبان اللي كان موظف عندنا، انت ناسيه؟ انا هشرح لك اصل حصل يا الله. بنتي سيبك من الكلام ده، ما توديش نفسك في داهيه، ده مجرم يا اخويا. انا شعبان يلا 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 خدوها على النص استعمال يلا على البوليس يلا الرقاصة يلا انا شعبان يلا 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 خدوها على النص استعمال الفاليرو للحلويات الفاخرة. الفاليرو الفاليرو. قريت المكتوب في الجورنال؟ قريته. جالك كلامي؟ ما كانش لازم تجازف وتيجي مصر. مجازفة ايه؟ بالعكس، انا دلوقتي في امان. النصاب اللي انتحل شخصيتي واخد ثروتي اخد معاه الحكم بالاعدام. افرض واحد شافك وعرفك؟ طمن، لغايه ما اسافر مش هخرج من هنا. نادي على الشهود. الجدع ده جاني من 4 سنين. هو مين؟ هو ايه؟ معرفش، لكن بقى تطوراته كانت غريبة، وأول ما شفته كده قلت الواد ده مخبي حاجة. هي ايه؟ معرفش، لحد بقى ما قرينا حكايته في الجورنال وعرفنا كل حاجة. هو قال لي ان اسمه شعبان وعرفناها على كده، انما اصله فصله العلم عند الله يا سعادة البيت، والجورنال بيقول اسمه فريد، والاهرام ما يكذبش يا سعادة البيت. ما كانش بيدفع أجرة أبدا. يا ستي خلينا في موضوعنا. أمي قالتها لي كلمة حكمة، مالكيش دعوة بحاجة. يعني يا ولاد توديني في داهية علشان أمي قالت لك مالكيش دعوة بحاجة؟ إيه؟ وأنا مش عارف إن كنت رمضان ولا شعبان، وأنا كنت دخلت سريرتك. هو قال لي اسمي شعبان، شعبان شعبان. يا حضرة القاضي، الله نسيك، إحنا ورانا عيال، مش عاوزين مسؤولية. ده شعبان ولا مش شعبان؟ الله اعلم. انت هتلا سعادة البيت. طبعا فريد. احنا حنتوح عن فريد الغطريفي؟ ده فريد ابن المرحوم الغطريفي بيه، طول عمره متربي معانا. انا فريد برضو يا مغاوري. يا مغاوري يا مغاوري يا ابن المغاوري. لسه مش عارف ايه الحكاية. تعرف الشخص ده؟ الشخص ده محكوم عليه بالاعدام. يا ما انت كريم يا رب. كل ده كلام فارغ، ده شعبان، انا متأكدة انه شعبان. فريد ايه هو قاصد ايه اللي هيقتلها؟ هو ده يعرف يقتل بورس؟ هو شعبان، انا متأكدة انه شعبان. وسيادتك بقى متأكدة منين؟ هي الناس بتتأكد من الناس ازاي يا اخواتي؟ هو شعبان وخلاص. ترفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة. وبعدين يا أستاذ هيضيع بالشكل ده، مع إني والله 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 متأكدة إنه مظلوم. وأنا كمان. طب ساكت ليه يا أستاذ؟ ما تقول لهم. مش هيصدقوني، لازم أجيب لهم دليل. دليل؟ ده احنا غلب حمارنا. هو في خيط، لكن خيط ضعيف شوية، إنما هو أمل، وكله متوقف على إنه يكون شعبان ما بيكذبش. والله ما بيكذب، والله العظيم ثلاثة ما بيكذب. أنا هحاول أأجل القضية شوية على قد ما أقدر عشان نكسب وقت. هذا بالإضافة إلى أن جميع الأوراق الرسمية تؤكد بطريقة حاسمة أن الذي أمامنا هو فريد وليس شعبان. ورحمة أمنا شعبان، شعبان. إذن كيف يؤكد جميع الأقارب أن الذي أمامنا هو فريد؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، دول نصابين، هم غرروا بيه وجم قالوا لي اعمل فريد الغطريف. انا ماليش دعوه، انا شعبان. هم عملوا كده عشان يلهفوا الفلوس، وانا كمان لهفت الفلوس. ما انا لهفت شوي وهم لهفوا شوي، يعني انا نصاب. الحكومه تاخد اللي ليه، تاخدوا اللي ليكم، وانا نصاب. احبسوني بس قتل. انا ما اهتم، اصل جالي واحد، ما انا هقول لحضرتك، جالي واحد اسمه فريد الغطريف. انا عرفت ان هو فريد الغطريفي لما عرفت الحكايه بعد كده، كان عايز يتنصص معايا. انا ماليش دعوه، انا غلبان. عبد الجواد ده ياكل مال النبي، وعلى راي من قال لا تكن اداه في ايد من يغرروا بيك، وعلى راي شاعر الربابه سابوا البردعه يا ابو زيد ومسكوا الحمار.
سيد الرئيس، واضح أن موكلي مصاب بلوسة، فأرجو تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتحقق من ذلك. اسم سيادتك؟ ما هو موجود عند سعادتك، يوسف يوسف نور الدين. في حاجة يا فندم؟ استنى شوية. مفيش فايدة. يعني ايه مفيش فايدة؟ بقالنا 3 أيام بندور. الفلوس لازم تكون هنا. بنك مفيش، يبقى لازم تكون هنا. مرتبة؟ احنا ما دورناش في المرتبة. ده فلاح لازم يكون شايل فلوس في المرتبة. فلوس! هات الشنطة وعبي. انا عبد الجواد به الغطريفي. لا وسمحت فاطمة، انا الاسم اللي انت عطوله قوله هناك. طب نخطب معانا؟ تفضل. شعبان شعبان، مبروك يا حبيبي، خلاص المشكلة اتحلت. مسكوا فريد الغطرفي في المطار، ومسكوا كل اللي شهدوا ضدك زور، ورموهم كلهم في السجن. خلاص يا حبيبي، مسكوا الحمار وسابوا البرداع. شعبان شعبان شعبان، مين يا شبه؟ انا فريد، فريد الغطرفي. تجننت ولا ايه؟ ايه يا شعبان، احنا مش اتفقنا انك تعمل الحركات دي عليهم هما؟ ولا تعملها عليهم ليه؟ ما خلاص المشكلة اتحلت. اسمع، انت مش كنت عايزهم يحاكموك بتهمة النصب؟ ادهم يا اخويا هيحاكموك بتهمة النصب، وتخش السجن 2 3 سنين ويتلم شملنا بقى يا شعبان. يعني احلى اداني. طيب مع السلامة يا شعبان. مع السلامة يا زينة. سلامة، خلي بالك من نفسك. امان عليك يا زينب، كل مغربية وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الأطلال اسكريني. ايه زي فتح حمامة بالظبط. وانا زي عمال حمد. مع السلامة. مع السلامة يا زينب.
عديدة ومتكررة. مجموع الأحكام اللي عليه بلغت 40 سنة. رشاد سعيد أحمد، الدراع اليمين لخيري، مصاب بعاهة مستديمة، بلطجي سابق يمتاز بقوته الجسمانية الضخمة. سطو مسلح أيضا، بدأ حياته في طرف كباريهات شارع الهرم. مجموع الأحكام اللي عليه 35 سنة. بدأ عماشة سرقة مواشي من الأرياف، انضم لخيري ورشاد في عملياتهم الأخيرة واشتغل معاهم كنادورجي ومخزنجي. الثلاثة نجحوا إنهم يهربوا من السجن، وفي تاني يوم لهروبهم خطفوا واحدة اسمها دعاء، ولغاية دلوقت مش معروف السبب الحقيقي لخطفهم لها. أبوس إيديكم، خرجوني من هنا، سيبوني اروح. انتوا عايزيني ايه؟ لو البر يا ايه؟ كنا عاوزنا منك حاجات كتير قوي. احنا من دلوقتي عايزين شقانه، عرفنا شنطة الفلوس اللي سرقناها احنا واخد جوزك حالة فيه، واتسفعنا بسببها سنين طويلة قوي في السجن. يا فين؟ صدقوني جوزي ما يعرفش حاجة على الشنطة دي خالص، صدقوني. عارف يا قلنا عظمة لسانه انه خبى الشنطة عند احمد كوزه قبل ما يتضرب عليه. احمد لو بيعد الصحيح يسلمنا شنطة الفلوس عشان يستلم اقساط ثانية. ايوه ماليش دعوة، ماليش دعوة. وفي اخر محاولة للقبض على خير ورشاد وبدوي استشهد الملازم مدحت علام. وعشان الصورة تكون واضحة قدام حضراتكم بضيف ان الثلاثة دول ليهم شريك رابع اشترك معاهم في سرقة جواهرجي معروف بنشاطه المريب في تجارة العملة. والغريب ان الجواهرجي ده رغم اعترافه بسطوهم عليه الا انه انكر انهم سرقوا منه اي حاجة. يعني واضح انهم سرقوا منه مبالغ ضخمة من العملات الاجنبية من اللي بيتاجر فيها في السوق السوداء بشكل غير شرعي. ده اغلب ظننا يا فندم. طب وشريكهم الرابع؟ لحسن الحظ كان مسجون في سجن تاني، ورغم شراسته وعنفه الا انه ما حاولش يهرب. والعجيب انه كان قدوة حسنة وهو مجند في الجيش، وكان من ابطال الرماية، واسمه حلف الأبهة. مش هقولها لك يا حلف. انتوا عزهقوني في عيشتي ليه؟ هي ناقصاكم. انت برق ليه؟ مبرق لي انا بترعب من اللي برق لي. ايه
النبي انا سعاده الباشا ثانيه واحده وفضاره سيبه يا حنفي قلت لك سيبه من عينيا يا باشا حبس الفراغ ها ولا هتودوني سجن تاني زي كل مره اطلع قدامي قدامي يا حنفي أنا نفسي أفهم أنت عايز إيه؟ أنا مش عايز حاجة أنا عايزكم تسيبوني في حالي لا حد له دعوة بيا ولا ليا دعوة بحد يعني إيه؟ نبني لك سجن مخصوص؟ والله مش هيخسر وهو على قدك اللي داخلين أكتر من اللي خارجين حد لاقي حتة يتوه فيها الأيام دي وأكرهها معاك أنت مفيش سجن في الجمهورية إلا ما رحلناك عليه علشان تتهد وبرضه مفيش فايدة أنا كان عندي ثلاث مساجين زي الفل ومن تحت راسك واحد بقى أعور والتاني انتحر والتالت وديناه سرايه المجانين نصيبهم بقى كده هنعمل ايه عايز مجموعه احكام نتحكم عليك بيها وانت جوه السجن بسبب عمايلك دي بقت قد ايه انا ما بقتش اعد يا مؤاخذه 15 سنه ده غير السبعه بتوع قضيه السرقه اللي رميتك عليها ما انا كمان ما حدش يدوس على الطرف انا اللي هيكلمني هحط صباعي في عيني عشان اكون فيها اعدام يعني مش ناوي تجيبها لبره طب انا بقى هعرف اتصرف بيك يا حنف يا عباه اديلك 20 جلده قدام زمايله وبعديها يترمي التقديم 20 جلده ليه؟ وانا عملت انقلاب لحد ما قتلها يا باشا غلوم غلوم الوش غلوم الوش يلا ما تستنى ملحوق على ايه؟ يلا قدامي يعني انا اتضغطت عليكم قدامي ده ايه ضعف؟ أربعة ماشي خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر لا بقى دي 15 دي العشرة يا حنف هو انت اللي بتضرب ولا انا طب ايه رد بقى اللي دي 17 ايه في ايه في ايه ده ايه دي غلط في العادة انت تسكت خالص كمل عشر 11 ماشي 12 ماشي 13 طيب يا ولد 14 حس كده تشكل فورا فرقة بحث وتتعامل مجموعة تحريات وتتسلم القضية للمقدم شريف بركات من المباحث العامة هو من أكفأ الضباط اللي خدموا معايا وحيقدر يعمل حاجة في القضية دي ادوله بأمر مني كافة الصلاحيات اللي يطلبها وصلوك عملت ايه ولا حاجه ولا حاجه ازاي انت كان ناقص ماشي قدامك موتوسيكلات وعربيه بسرينه انت تهمتك ايه سياسه قلت لك ولا حاجه انا ممكن بعد ثانيه واحده اكون خارج من هنا ليه حضرتك مين الاشكيف لا انا هدق للشويش وقول له افتح وخرجني هيخرجني الدور الباقي عليك انت ممكن تاخد لك تأبيدة زيادة لا أنا خلاص طلع إفراط بعد 22 سنة عارف بس ممكن الزنزانة دي تتفتش ويتلاقى تربة حشيش هنا ولا هنا ساعتها هيبقى في كلام تاني قانون المخدرات دلوقتي فيه إعدام مش كده ولا إيه دي تلاقي حاجاتك بقى هات من الاخر مقدم شريف بركات مباحث اهلا وسهلا حاجه الساعه عربي
فازي قومي اتكلمني. انا اسمي حنفي القباها طلباتك.